دلوقتي هنبدأ نتكلم عن ال decision tree. كل فكرة ال decision tree ان هو بدأ يقولك ان هو عاوز يحقق لي شكل الجدول، شكل ال alternatives وال outcomes وال payoffs، ولكن في شكل شجرة منظم اكتر، على اعتبار انه منظم اكتر يعني، وهيبان لي اكتر في ال alternate ده ايه وده ايه، متحدد اكتر من الجدول. تمام، هيبدأ هنا بقى عاوز يحول لي الجدول ده اللي هو بيتكون من الالترناتيف اللارج بلانت والسمول بلانت والنو بلانت، والالترناتيفز دول ليهم كوست، ليهم اوتكم، ليهم اوتكمز اللي هم الهاي والمدريت واللو، والبروبابيليتي، البروبابيليتيز اللي تحت دول هيبدا برضو يحققهم لي في الجدول في التري بتاعتي. ازاي بقى؟ جه هنا وبدا يعمل الديسيجن تري. الديسيجن تري اول حاجه بتتكون من حاجه اسمها الديسيجن نود. الديسيجن نود دي معناها ان انا خلاص بدات عاوز اخد قرار. عاوز اخد قرار في ايه؟ عاوز اخد قرار في الالترناتيفز بتوعي. طب ايه هما كانوا الالترناتيفز بتوعك؟ كانوا اللارج بلانت والسمول بلانت والنو بلانت. خلاص تمام، انا عندي الديسيجن النود، الديسيجن اللي انا عاوز اخده، عاوز اخده في اللارج بلانت والسمول بلانت والنو بلانت. عاوز اختار واحد منهم، اشوف انهي واحد فيهم كويس عشان ابدا ان انا ايه انفذه. تمام، طب اللارج بلانت والسمول بلانت والنو بلانت دول كانوا عباره عن ايه؟ كانوا عباره عن الترناتيف، ده اسمه الترناتيف. الالترناتيف ده جواه ثلاثة outcomes. يبقى معنى كده ان اللارج بلانت ده عبارة عن الترناتيف بيخرج منه outcomes، فبدأ يعمل حاجة اسمها outcome node. ال outcome node ديت خارج منها ثلاثة outcomes، اللي هما كل الترناتيف خارج منه ثلاثة outcomes. طب ليه هنا النو بلانت دوت مش حاطط لي ثلاثة outcomes؟ لان الثلاثة outcomes عندك بيساوي صفر، يعني ملهاش اي قيمة ان انا احطهم ولا ان انا احسبهم اصلا. بدا يحط لي الثلاثه اوت كومز بتاع كل كل الترناتيف ليها ثلاثه اوت كوم، فعمل عباره عن اوت كوم نون، وبدا يحط الاوت كومز المتاحه عندي في الجدول، يحط اسمائهم، بيحطهم بس ايه هنا عندي في الديسيجن تري. وبدا يحط بقى البي اوفز هنا، كل الترناتيف الاوت كوم بتاع الكونديشن ده كان كذا، والاوت كوم بتاع الكونديشن ده كان كذا، وهكذا، وبدا يرسمهم زي ما هم بالظبط. دي اول خطوه. بعد كده بدا ان هو يزود لي البروبابيليتي، لان هنا في الجدول مديك احتماليات تحت اهي، فبدا ان هو يحط لك جنب جنب كل كونديشن او جنب كل اوتكم بيحط البروبابيليتي بتاعها، بحيث ان انا لو شفت الديسيجن تري كده لو شفتها كده قدام عينك وقلت لك احسب لي يلا الاي ام في بتاع الديسيجن تري ديت، هاجي هنا هروح ضارب الرقم ده في ده زائد الرقم ده في ده زائد الرقم ده في ده، كده انا طلعت الاي ام في بتاع اول واق بتاع اول الترناتيف اللي هو لارج بلانت، وراح كاتبه هنا عند الاوتكم نود، وبرده الاي ام في بتاع السمول بلانت هحسبه بنفس الطريقه. وكده انا حسبت الاي ام في بطريقه سهله جدا من غير بقى جدول واقعد اطلع من الجدول الكلام ده، على اعتبار ان الديسيجن تري بتكون اسهل. كده بالظبط ازاي بستخدم الديسيجن تري وازاي بس بعملها. وعلى الديسيجن تري ديت ممكن يجيب لك جدول ويقول لك وانت تحولها الديسيجن تري، او ممكن يكون شارح بالكلام وانت الكلام ده هتبدا تحوله للديسيجن تري عن طريق ان انت عرفت ان دي اسمها الالترناتيفز ودول اسمهم الاوتكمز، وبحط فين البي اوفز وفين البروبابيليتيز. هنا بقى بدا ان هو يشرح مثال للديسيجن تري بس كبير شويه. انت هنا عندك، انا كنت بدات احط النود اللي هي الديسيجن نود ديت من اول هنا، عشان انا كان عندي 3 الترناتيف. لا ده هو هنا بقى كان عنده 3 الترناتيف، بس الثلاثه الترناتيف دول كانوا جوه حاجتين، حاجه اسمها سيرفي ونو سيرفي. يعني هو عمل سيرفي وعلى اعتبار ان هو عمل مره سيرفي ومره ما عملش سيرفي. النو سيرفي ده ما عملش سيرفي، فكان عندك الثلاثه الاصليين السهلين اللي انت عارفهم. انما لما عمل سيرفي بقى طلع لك بوزيتيف ريزلت ونيجاتيف ريزلت، البوزيتيف جواها ثلاثه والنيجاتيف جواها ثلاثه. نفس فكره الجدول العادي، بس هو بيبقى مقسم لك كل الكلام ده عشان تعرف ان ديت عباره عن اوتكم نود، او ان هي عباره عن ديسيجن نود، فتبدا تفرع منها الاوتكمز. دي بس فكره الديسيجن تري، مش اكتر من كده. وبتبدا برضو تحسب هنا الاي ام في لكل واحده فيهم عشان تعرف احسن حاجه فيهم، احسن حاله فيهم. بس دي كانت فكره الديسيجن تري.